السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدين قناه دروستك اونلاين. اهلا مرحبا بكم في درس جديد ان شاء الله. النهارده الدرس بتاعنا هنتكلم عن مشاكل ويندوز 10، المشاكل الشائعه التي تحدث في ويندوز 10 عموما. طبعا اول مشكله هنتكلم فيها مشكله الواي فاي في ويندوز 10. طبعا تكون انت شغال على الجهاز عادي وفجاه تلاقي ان الواي فاي عندك حدث فيه عطل اكس احمر، وكل ما تيجي تضغط عليه مش بيتفتح عندك، او مش اصلا مش شغال بمعنى اصح. ففي حلول كتير نزلتها انا على القناه بتاعتي، في حوالي فيديوهين عملتهم على حل المشكله، وفي ناس نفعت معاهم الطريقه واشتغل عندهم الواي فاي بنجاح، وفي ناس المشكله ما اتحلتش عندهم. وعشان كده انا عملت الدرس الثالث لحل مشكلات ويندوز 10. اول حاجه هنحل مشكله الواي فاي. طبعا في الجهاز، في اي جهاز في تعريفات للواي فاي عامه. هندي هنا على الكمبيوتر او ذيس بي سي ونضغط على مانج. بعد ما نضغط على مانج هندخل على التعريفات الخاصه بالجهاز بتاعنا اللي هو ديفايس مانج. لو انت نزلت بالاسفل هنا هتلاقي نتورك هنا، والتعريفات دي كلها تحتها. علشان نحل المشكله دي في طريقه سهله وبسيطه، انك انت هتيجي كده على كل تعريف من التعريفات دول وتعمل له ينستول علشان تحذف التعريفات دي. يعني بمعنى صح انك لازم تحذف التعريفات دي كلها من الجهاز بتاعك، تعمل لها ينستول وهكذا لحد الاخر، وبعد كده تقفل خالص وتعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر، وان شاء الله المشكله هتتحل بكل بساطه. دي كانت اول مشكله بتواجه ناس كتير في ويندوز 10. المشكله الثانيه حل مشكله بطء الانترنت في ويندوز 10. طبعا اي واحد بيفرد او بيثبت ويندوز 10 على الجهاز بتاعه اكيد لابد انه يعاني من المشكله دي، لانه يعتبر مثلا ممكن يكون اول مره هيستخدم الويندوز 10، او ممكن الاستخدام بتاع ويندوز 10 مختلف عن ويندوز 7 او اكس بي اللي كان متعود يشتغل عليها. طيب ويندوز اكس بي طبعا ما فيهاش تحديثات، مقفوله يعني واقفه التحديثات بتاعتها، ويندوز 7 سهل من السهل جدا انك تقفل التحديثات بتاعتها. خلينا احنا طبعا في ويندوز 10 اللي هي عايز شوف فيديو مثلا علشان او درس علشان تعرف تقفل التحديثات في الويندوز. طبعا في كذا طريقه عشان نقفل التحديثات. اول طريقه هندخل على السيتنج، تمام، بعد كده هندخل على الابديت، وبعد كده ادفانس اوبشن، بعد كده شوز ابديت، هي هتكون اون طبعا هنعمل لها اوف كده. الطريقه الاولى قفلنا بيها التحديثات. طيب هندخل على الطريقه الثانيه واللي هي الاهم، اهم طريقه علشان تقفل التحديثات بطريقه مضمونه وصحيحه. هتيجي هنا تمام وتكتب سيرفيس بالانجليزي سيرفيس، هتكتب اول حرف هتظهر عندك سيرفيس، تمام. بعد كده هتضغط عليها وهتمسك هنا وتسحب للاسفل، تمام، وهتلاحظ هنا هتلاقي حاجه اسمها ويندوز ابديت، وهتلاقيها هنا مانوال يدوي، هتخليها ديسيبل، وبعد كده هتضغط ابلاي وستوب علشان يقف التحديث، وبعد كده اوكي، تمام. طب واحد يقول لي طب انا لو قفلت التحديثات الويندوز بتاعي مش هيعمل تحديثات للجهاز. طيب انا هقول لك حاجه، التحديثات اللي انت هتنزلها على الجهاز لو انت حد مشترك معاك على الشبكه، الجهاز بتاعك هيرسل التحديثات دي، طبعا ده من شركه مايكروسوفت، دي الخاصيه في الويندوز نفسه، هيرسل التحديثات دي لجميع الاشخاص الموجودين معاك على الشبكه. لو انت عايز كده براحتك، خلي التحديثات زي ما هي، وما تنساش ان لو التحديثات مفتوحه عندك شغاله الانترنت هيكون ضعيف جدا عندك ومش هيفتح اي موقع حتى على الاقل، لان بمجرد ما تشتغل التحديثات على الجهاز عندك مش هتعرف تتصفح ولا اي موقع الكتروني علشان تبقى عارف الموضوع او المعلومه دي. طبعا الطريقه دي الافضل انك تقفل التحديثات. ولو انت عايز تحدث الويندوز بتاعك سهل جدا انك تدخل على اي موقع او على موقع مايكروسوفت نفسه وتحمل الويندوز الجديد بجميع التحديثات بتاعتها، ودي افضل لك يعني لو انت عايز التحديثات. او ممكن في طريقه تانية انك انت لو عايز تحدث التحديثات بتاعتك
تشغل نفس الطريقه بدل ما انت عاملها ديسيبل تخليها انيبل او يدوي مانوال، وتحدث التحديثات بتاعتك، وبعد ما تخلص تقفل التحديثات تاني. وبكده يكون انت استفدت في الطريقتين، انك انت شغلت التحديثات بتاعتك عشان تحدث البرامج والويندوز بتاعك، وتقفل التحديثات مره تانيه علشان تضمن ان الانترنت يكون سريع عندك. ده كانت نهايه الدرس بتاعنا، وكده يكون انتهى الدرس. ولو عجبك الدرس بتاعنا اعمل لنا سبسكرايب، اشتراك في القناة، وشارك مع اصدقائك علشان يستفيدوا هم كمان. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة بإذن الله، سوف انزل لكم مزيد من الحلول والشروحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.